اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا كنتواجدوا بايكيا دو كابو. اليوم بالصدفه جينا فطرنا في ايكيا ولقيناهم منزلين اول نهار ديال السولد. كيف كتشوفوا انا غادي ناخذ هنا شي حاجه محتاجاها، ومن بعد غادي نديكم معايا باش تشوفوا بعض. ما غاديش نصور كل شيء لان ما عنديش الوقت بزاف، بحكم انني جيت على وديت الفطور في الصباح وناخذ شي حاجه، ولكن ملي صادفت السولد قلت علاش لا نبارطاجي معكم، باش هكذا اللي كان باغي يشري شي حاجه وشافها في السولد يجي يتقداها، لانهم عاملين واحد السولد زوين ديال 70% خاصه في الادوات ديال المطبخ اللي كيهموا النساء كاملين. انا هنا غادي ناخذ هذا الشيء اللي بغيت، ودابا من بعد غادي نخليكم باش تفرجوا وتشوفوا لي زارتيكل اللي فيهم السولد. ما تنساوش اللي عجبكم فيديو بارطاجيو مع الاهل والاحباب، هكذا باش كتعم الفائده للجميع. وعلى بركه الله نخليكم مع الفيديو اللي كيوريكم هذا السولد اللي كاين ديال 70%. كيف قلت لكم راه كاين في العديد من الاواني، غنخليكم دابا تشوفوا. وما تنساوش كيف قلت لكم خليوا لي لايك الفيديو وبارطاجيوه، والى اللقاء. Thank you.